السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتي حكاية، عندي فيها جوج حكايات أخويا. الحكاية الأولى أنني شديت واحد الخدمة بريكول، بريكول ولا خدمة بحال أخويا، فيها شي ثلاث أيام ديال الخدمة حتى ربع أيام. أنا شديت الخدمة جبت لها حريفي فاش حريفي؟ أنا حريفي في جميع الميادين. قلت لك هذيك عندي ديبلوم ديال الميكانيك في 2004، عندي حرافي قبز جليج حرف لا تعد ولا تحصى. اراك لي اخويا شديت خدمه عند الناس الله يعمر لهم الدار باش ما نكذبوش على الله عز وجل، ديت لها واحد اللحيه باش اخ ديال القوالب من الاخر. ديت لي ديت اخ ديال القوالب، لا الاخ كاين اخ واخ، وكاين اخ وكاين اخ ثاني، وكاين اخ منه واخ منه لا تكين بالله، الله يرحم لك الوالدين. هذا السي ديتو باش غنخدموا هاد البريكول هذا، مشات يلاه بريكول اجي نقسم مع السي بلاتي نكمل لك في الاول. لا ديتو باش غنخدم انا وياه، هو طلب واحد الثمن غالي وديك الخدمه ما تستاهلش داك الثمن الغالي، بقى فيا الحال ما بقاش بغى يخدمو. اراك ليا قال لي غنديكم لواحد اخر، لواحد صاحبو حتى هو حريفي الى اخره. داك صاحب في غيديك الحريفي، داك صاحبو مدوز دابا شي 30 عام ديال الحرفه الى اخره. غتلاقاو معاه في واحد ستاسيون، حتى انا ما كنعرفش هذاك الدري صاحبو، كنعرف انا اللحيه اللي جتو. ملي قال واحد الثمن باهظ ما بغاش يخدم، الناس قالوا لي ما بغيتيش تخدم، انا قلت لهم انا اللي غادي نخدم هذه الخدمه هذه. مشينا عند السيد في العشيه، فهمتينا اخويا، مشينا عند السيد في العشيه تلاقينا معاه في ستاسيون. راك ليا من تلاقينا معاه في ستاسيون ما خلاونيش الدريه والله تعالى تكملها. مشينا ستاسيون اخويا باش نتلاقى مع الاخ الثاني، عدو هو اخ منه، عدو طونوبيل ستاسيون. قال لي انت غتخدم انت هو السيد واحد الخدمه 3000 درهم 3000 درهم. قال لي ولكن غتقسم انت هو الدري هذا. قال لي ماشي مشكل. مشينا خدامين بدينا الخدمه، دارت الايام شي 3 ايام ولا هو اللي شاد الخدمه. قال لهم هذا السيد هذا انا فين كيصيفطني غير البريكولات الصعاب، الماسيك الطروفه الصعاب، واش كيدير مع شيباني؟ صيفطتو انا للبلاصه السهله، غيركب طريفات صغار وانا غنضرب تماره ما عليناش. راك ليا العشيه قلت لي راه خلصني. قال لي راه انا اللي شاد الخدمه ولا هو مخلصني بنهار. شحال دار معاك؟ ولا هو مخلصني ب 3000 ريال النهار، وانا كتخدم ولا راه الخدمه ديالي انا. سميتك اخويا الخدمه راه خاصني نقسمها انا وياك كيف درنا المره الاولى. البريكول ديالي انا. راك ليا عيط لخونا قال لي راه الجن ولا باغي يقسم معايا الخدمه، وقال لي راه من حقه هما راه دايرين قوالب بيناتهم. قال لي راه من حقه ضيعوني الدوري رزقي وماشي مشكل. والله ما نتفاك معاكم انا من هاد المنابر الاعلاميه، راني جاي عندك. ديك النهار قلت لي السلام عليكم، هذيك السلام عندك اسير كولا. انا ديك واخويا انا بقى شويه 3000 درهم ولا 2500 درهم، بقات فيا الشمته حيت الخدمه انا ديالي. كنت انا شماته غنخلصك بنهارك، انا عطاك 300 درهم النهار، غيبقى لي الخير والبركه. قلت اش غندير؟ نقسمها انا وياك باش نعرفك انت بعدا ماشي. واش الاخ اللي كيبدا الصلاه كيصلي ولا؟ كيصلي، راه كاع اخوان كيصليوا، ولكن الصلاه مع الله عز وجل كل تحريميات بداك الدوار عندنا. المؤمنين وكاين لا انا ما كنعممش كل شيء، انا كاينين ناس مؤمنين كيخافوا من الله عز وجل، وكاين الشياطين وابليس كيدخلوا المساجد ما عندهمش العلاقه بالله عز وجل. اما باش دير لي انا ضريبه راه ما غاديش نتفاك معاك. خدمه ديالي بريكول ديالي، هذاك راه رزقي ديتي ليا. هذيك 3000 درهم كنت باغي نمشي نضرب بها تليفون جديد، كنت باغي نصايب بها باسبور باش نودع انا هاد البلاد هادي. علاش ما تودع؟ غنودع اخويا ما بقاش معامن، ها واحد درنا معاه هكا، واحد كريت لي مادريات 3 ايام ما بقاش بغى يعطيني مادريات دولي، ما خلانيش نبيعهم، روندا ليا موالين الدار. مادريات دولي تتابعك المشاكل؟ انا تابعني المشاكل، هادشي ابتلاء من الله عز وجل. عيت هادشي حنا مخدومين به في الدار، والناس اللي كندوي عليكم راه ما كصدقتوش. دابا هذاك اللي كندوي عليهم على الطريق عندهم، هاد الله يضرب لي ثلاثة المادريات الدولي
غادي يضربني ب 2500 درهم وغادي يضربني بثلاثه المدريات. الله ينجينا منكم الحرايميه. انا بعدا راه وحق الله العظيم ما وليت البارح بدا كيتعري عليا، اللي بغى يخلعني بالوشامات داكشي اللي دوز. لا خلي الاخ ما واشمش هذاك، داير ديك اللعيبه انا راه كنصلي. راك ليا داك اللي واشم راه ما تخلعني بداك الوشامات. انا كون بغيت نوشم وداكشي اصباق تقلك تخربيق. انا يلا قلتي بسم الله يا ولد الله يتعرى عليا من بغيت انا رزقي. قبل ما تكون معاملة تجارية كيفاش كانت المعاملة ديالهم؟ ملي معاملة كتكون زوينة بخير عاد كيبغي يحاجو عاد دار الدوار كامل مكمول ما لقى حتى شي مادريات. انا جيت الصدفة غنتلاقى ما قال لي بغيت مادريات. الله رزقك لا مادريات لا مادريات لا البريكول ديال 2500 درهم ضربه كامله. اش غيديروا؟ مشاو تخلصوا عند موالين الدار. ملي جيت انا للدار لقيت ودا العاقه. ملي كنقلب عليه شد قسم هو وصاحبه مول الطونوبيل. الله يرحم لكم الوالدين، رديتوا لي رزقي. راه ما غاديش نتفاك معاكم من هاد المنابر. راه كنوجه نداء للناس ديال الدرك الملكي، الله يرحم لهم الوالدين والامن الوطني، تدخلوا في هاد القضيه. ما تضربش لي رزقي، انا ما ديش لي رزقي حيت انا ما غنتفاكش معاك. راه قال لك واحد الشيخ كريم قال لك الجن راه ما كيعرفش 2024 ل 2800. الجن هو الجن واخا دوز عليها ما عرفت شحال، والله حتى كنحكيها في بنادم. انا راه عارف الغدار حيت كنقرا الرؤيه سبحان الله العظيم، وعارف ولد الناس، وعارف اش كيجرى في هذا الكون هذا كامل ديال رب العالمين. ما كدوز عليا حتى شي حاجه، ولكن باش دير لي رزقي راني معاك. هادو دابا راه منابر من تفيهم باش نشوك واحد، ولكن راه كتعطيني رزقي جوج وغنوصل معاك للمخزنية ثلاثة. أنا بريكول ديالي ديه لي لا، هذاك بريكول ديالي 2500 درهم قسمو أنا والسيد على جوج. أنا تعاملت معاه عوض وتا أنا حمار، أنا ما طلعتش مريقل، نمشي ندبر على معلمين نخلصهم ب 250 درهم. شحال غتطلع لي أنا ثلاث أيام كاع؟ 800 درهم وغشيط لي الخير والبركه. سويدي الخير. امين اخويا. رزقك لا مادريات لا رزقي قباس. انا خدمت معاه الي بوك دا لي 20000 درهم باش كيقول لي غنعلمك غنعلمك. صدقت انا بعدا تعلمت الحمد لله، هذه راه تعلمت. وكيفاش دي لي رزقي؟ لا راه اي واحد دا لي شي ريال والله ما نسمح لي. لا دنيا لا اخره اخويا، اي واحد تعدى عليا راه ما نسمحش لي. مشكورين هاد المنابر الاعلاميه اللي كيتعاملوا معانا، الله يرحم لهم الوالدين. بعدا راه كيعريو الواقع اللي حنا كنعيشوا مع الناس حقار انت كدوي عليهم وما كيديروا لك البخاخ. انا راه جن راه ما غنتفخفخش ليكم. ياك شتو شحال من وحدين دازوا 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 وما تصوروا حتى حاجه، وانا باقي عايش الحمد لله. شعارنا الله الوطن الملك مشكور من بر حادات 24. مشى كل شيء اخوان. لا انا اللي بعتهم، علاش ما بقى فيا اللي ردهم للدار اخويا؟ وليت محروم من فلوس ومحروم من المادريات. شحال بعتهم؟ غادي يعبروا من الكيلو حيت هو الله يكون في العوان كيبيع الكيلو وكيتحسب ب 4 دريال الكيلو، فهمتي؟ عونك اخويا. امين الله.